زي ما تابعنا مع حضراتكم تداعيات الموجة الحارة المستمرة في محافظات مصر، كان لازم كمان نحاول نكتب روشتة توعية مهمة عن ضرورة شرب المية، لأن المية من العوامل الصحية الأكيد مهمة في مكافحة ارتفاع درجات الحرارة. طبعا عاوزين نجاوب دلوقتي على مجموعة كده مهمة من الأسئلة. إيه هو المعدل اللازم لشرب المياه في فصل الصيف؟ نوع المياه اللي نشربها، في بعض الناس بتشرب مياه عادية كده من الحنفية، وناس تانية تشرب مياه ساقعة، وفي ناس تانية بتشرب تلج، في ناس بتاكل تلج، في ناس بتاخد دش بميه ساقعه، وفي ناس بتاخد دش بتلج. فعايزين نعرف التفاصيل دي كلها من الدكتوره ياسمين الصرفي، استشاري التغذيه العلاجيه اللي موجوده معانا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، الاخبار؟ يا اهلا بيك. الحمد لله كله تمام والله يا فندم. احنا دايما بنتكلم عن اهميه الميه طول السنه، يعني كده كده الميه مهمه لجسم الانسان بشكل عام، لكن مع ارتفاع درجات الحراره بتزيد اهميتها وبيزيد الاحتياج للميه. طبعا، لان فقد الميه بيبقى اكبر، فبنبقى معرضين للجفاف وضربات الشمس اكتر. حتى في الظل، يعني مش من باب الشمس، من تحت الشمس درجه الحراره بتبقى عاليه. فزي ما بنقول كده، احتياجنا للميه بيبقى نضرب 0.033 في الكيلوهات بتاعه الجسم، يطلع لي الجسم اللي انا محتاجه باللتر. يعني ايه يا فندم تاني؟ معلش، يعني لو انا وزني مثلا 60 كيلو، هضربه في 0.033، هيطلع لي مثلا حوالي 1.8 لتر ميه في اليوم على حسب وزنك بالكيلوجرامات. نزود عليه لو واحد بيلعب رياضه مثلا ماتش ساعتين. الكيلو، معلش، الكيلو بقد ايه مثلا؟ يعني الكيلو في 0.033، يعني هيبقى 0.033 لتر. يعني عايزين نبسطها، كوبايه ميه مثلا؟ مثلا. ماشي، يعني يعني هي دي لو انت عايزها صح قوي، بس يعني كل واحد على حسب وزنه. انا ما اقدرش اشرب كل الناس نفس احتياجات الميه طبعا. وفي لو واحد عندي طفل بيلعب رياضه، او لو حد بيلعب رياضه، او لو حد بينزل الشارع كتير وبيعرق كتير، لازم اعوض الفقد ده، هزود له مثلا حوالي لتر ميه كمان زياده على المعدل او الاحتياج الاساسي لجسمه. نوع الميه اللي اشربها، ممكن لو ميه حنفيه، بس طبعا لازم يكون غليل الميه الاول، وبعدين تسيبها تبرد تحطها في الثلاجه تسقع، لو حد بيحب ميه ساقعه، لو حد بيحب ميه عاديه يشربها زي ما هي، ميه معدنيه مفيش مشكله. نشرب او ممكن نعمل اللي هي العصير، هي الثلج بالليمون او الفاكهه بالثلج، لو هي دي هتدي احساس بالانتعاش. ممكن اخد الفواكه اللي فيه محتوى الميه فيها عالي، زي البطيخ مثلا فيه ميه عاليه جدا، الخوخ، بس طبعا ابقى يعني واخده بالي ما يجيش الخوخ يكون نظيف، لان ساعات الفاكهه بتنقل بكتيريا في الحر ده وامراض. الخيار، كل دي حاجات بيبقى محتوى الميه فيها عالي. اشرب شربات، يعني على فكره مش لازم ان انا اكون اخد حاجه ساقعه، ممكن حاجه يعني اخد السوائل في حاجات دافيه اشربها في شوربه، اعمل سموذي زي ما قلنا. دي كلها حاجات مهمه جدا. مرضى الضغط بقى والسكر والحاجات ده كلها، عشان نزق الدم والكوليسترول، لازم اشرب ميه برده كويس جدا في الحر ده، لان فقد الميه برده بيبقى زياده قوي. في ناس داخله تصوم كمان التسع ايام بتوع ذي الحجه، فلازم اهتم اشرب ميه كويس قوي 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 من الفطار لغايه السحور. واحنا نازلين في الحر نبقى ماسكين شمسيات، او احاول على قد ما اقدر اكون في مكان ضله. الناس ما تشربش كافيين كتير، لان الكافيين بينزل الميه من الجسم، كل كوبايه قهوه معاها كوبايتين ميه. طب دكتوره، خلينا نقول ان في ناس وهي بتشرب المشروب، في بعض المشروبات وهي بتشربها بتبقى متخيله انها بتدخل سوائل للجسم، السوائل دي ممكن تكون مضره للميه في الجسم وبتصفي الجسم من الميه، يعني بتقلل الميه اللي موجوده في الجسم، وهم حاسبين انها من ضمن كميه الميه المفروض يشربوها. لو حضرتك تقول لنا ايه المشروبات اللي نبعد عنها خالص؟ زي الكافيين كده مثلا، يعني الكافيين مش نقلل، لان في ناس عمرها ما تقدر تبطل الكافيين. يعني الكافيين يقل، مع كل كوبايه كافيين بشربها باخد مكانها معاها كوبايتين ميه. المشروبات الغازيه دي، سعرات حراريه فاضيه او مش بترطب زي الميه العاديه، لازم ميه، يعني لازم ميه، مش مشروبات غازيه او كافيين او كده. يعني العصاير ما بتتحسبش ميه، المشروبات الساخنه حتى لو بعدنا عن الكافيين، اللي هم شاي الاعشاب المختلف ده ما بيتحسبش ميه. لا، شاي الاعشاب بيتحسب ميه لانه معمول بميه. العصاير ممكن احسبها ان هي سوائل برضو داخله بترطب، مقدار الميه فيها عالي برضو. انا بتكلم الحاجات اللي بتخش بتنزل الميه من الجسم، زي الكافيين كده، ان هو مضر للبول فبينزل الميه. تمام.
طيب بالنسبه للثلج يا فندم، في ناس بتشرب ثلج؟ ممكن تمص ثلج، مفيش مشكله عادي، ده الثلج ده ميه. الثلج ده ميه، مفيش اي ضرر على الجسم، حتى لو كنت راجع من مشوار بره مثلا في الشمس وكده مفيش اي خطوره على الجسم؟ لا ساعات بتبقى الواحد لو راجع حران قوي او عرقان بعد التمرين، لو شرب حاجه ساقعه قوي بيحصل له تقلصات في عضلات المريء وفي عضلات البطن، فلازم تبقى الميه فاتحه. لكن لو حد قاعد في البيت في تكييف او حاجه، فبقى الثلج ده عادي ممكن يمص بقاع الثلج، مفيش مشكله. كنا بنشوف مواقع كتير بتتكلم او افراد كتير على مواقع السوشيال ميديا بيتكلموا عن ان لو احتاجنا ان احنا ناخد دوش اثناء النهار يفضل ان هو يكون بميه مش ساقعه، يعني تكون الميه فاتره او تميل كمان للسخونه اكتر، لان ده بيقلل معدل التعرق وده كمان بيقلل الاحساس بالحر. ده فعلا لانها بالظبط بتقلل بت بت يعني بت بت بتعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، يعني حتى بيقول لك حتى في الحر كمان تشرب مشروبات دافيه، نفس قصه الدش الدافي، لان ده بيقلل من فقد المياه في الجسم. دكتوره ياسمين، هل الافراط الزايد في شرب المياه في فصل الصيف ممكن يكون ليه تاثير او اضرار؟ في شرب المياه لو زاد عن المعدل الطبيعي بكتير هيخفف الاملاح اللي في الجسم، ممكن يدوخ، لان نسبه المياه والملح لازم تكون نسبه معينه. فانا لو شربت اكتر معدل انا محتاجه هيخفف الملح في الجسم، يجيب لي حاله دوار، ويعني يعني المعدل زي ما حضرتك قلت كده انه الشخص اللي وزنه 60 كيلو يشرب لتر ميه في اليوم. مش لتر، يعني هي معادله هتضرب 0.033 ماشي في الكيلوجرامات بتاعتك، هيطلع لك باللتر وزنك قد ايه، تشرب لتر كام لتر ميه في اليوم بالكالكوليتر، هتحسب. كلنا معانا موبايلات فيها كالكوليتر. تمام. طيب احنا في التمرين اكيد بيبقى في عندنا مثلا معدلات تعرق اعلى او كده، بنحتاج نشرب ميه زياده؟ ساعات بيوزنوا اللاعب قبل الماتش وبعد الماتش، يشوفوا خس كام كيلو ويعوضوا ده بالميه، يعني ساعات مثلا هتلاقيه بعد الماتش خس 2 كيلو خس 3 كيلو، فممكن اعوض ده بما ان معظمه فقدان ميه. وزي ما قلنا برضه بيبقى ليها معادلات وكده، يعني مش عايزين ندخل الناس بقى في معادلات على الهواء كتير، بس هنعوض لتر ميه مثلا على بعد التمرين. وفي ناس اللي هي بتلعب تمارين ممكن بعمل لهم سوائل المشروبات اللي هي السبورت درينك، بحط على لتر ميه 4 ليمونات وربع معلقه ملح عشان اعوض الاملاح اللي هي البوتاسيوم والصوديوم، اعوض الميه اللي طالعه من الجسم. خلاص زي ما حضرتك وشاذلي كنتوا بتقولوا المثال، لو شخص وزنه 60 كيلو بتطبيق المعادله اللي حضرتك قلتيها، لو ضربناها في الرقم اللي قلتيه يعني هيحتاج حوالي 2 لتر ميه في اليوم، ده المتوسط يعني تقريبا. نحافظ على شرب الميه وناخد برضو بالنا من الاملاح. كل الشكر ليكي الدكتوره ياسمين الصرفي استشاري التغذيه العلاجيه. وعلى كل ممكن نعمل حاجه برضو، يعني زي ما احنا متعودين مثلا على ماسك الموبايل ان هو جنبنا على طول، فممكن ازازه ميه جنبك على طول طول ما انت قاعد، سواء في الشغل او انت موجود في البيت، في ازازه ميه حتى تفكرك لو انت نسيت او كده تفكرك، وبالتالي طبعا ده مهم جدا خصوصا مع ارتفاع درجات الحراره بالشكل ده.